في مقطع قبل يومين اشتهر نوعا ما هذا المقطع، الفيديو كأنه مسجل بمغسلة سيارة. الوكاد انراعي جيب جالس يرجع ريه والسيب يصفط. انا متأكد ان اللي يسوق هذا الجيب هو العامل حق المغسلة، اكيد انراعي الجيب معطي المفتاح صاحب المغسلة وقايل يعني دخل جيبي وصفته وغسله، ولكن كان في واحد وراء هذا الجيب جالس يكلم بالجوال، وهو يكلم بالجوال سبحان الله قام من الكرسي لا إراديا. إلى حد الآن كلنا ما ندري وش السبب، وكأنه سبحان الله يدري وش راح يصير بعد ثواني قليلة. شوفوا الفيديو. سبحان الله. I thought I would have سبحان الله شوف تغيير بائي. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. هذا فضل ربي، هذا فضل ربي، اللهم لك الحمد. لا إله إلا الله. طبعا لاحظتوا كيف راعي الجيب مسك بريك، ولكن واضح انه لا إراديا انطق الجير بالآر ورجع ريوس. والغريب سبحان الله ان صاحبنا اللي يكلم لو كان موجود كان راح يكون مثل الاندومي متقطع تحت الجيب. أمنية اني اعرف وش مسوي هذا الرجل، ما عندي تعليق اجمل من كلمة سبحان الله. السلام عليكم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. بهذا الفيديو نبي نشوف مجموعة مقاطع غريبة، وهذه المقاطع كلها من المنشنات اللي تجيني بالانستغرام. انا اخذ الفيديوهات من متابعيني صراحة، الله يعطيهم العافية اللي يسووا لي منشن. ما هو هذا موضوعنا، اسعدا باللايك ما عليك امر اذا انك قديم، واذا انك ضيف جديد بقناتي اسعدا باللايك او قصدي اسعدا بالاشتراك. انا بيبسي وخليك مع الفيديو. ثاني فيديو لشخص كان بينه وبين الموت والله خطوة يا شباب، لكن بقول لكم شيء قبل لا اوريكم الفيديو. الان حنا بهذا العصر كلنا بيننا وبين الموت خطوة واحدة، بشكل يومي حنا محاطين بين سيارات، وما هو بس على السيارات، ننام وحنا محاطين بين تيارات طاقة كهربائية عالية. فأي لحظة لو يفجر شاحن عندك او تفجر التوصيلة عندك، سوى انت صاحي ولا نايم يعتبر مصيرك واحد اللي هو الموت. عكس الزمن القديم ما كان عندهم كهرب، ولا كانت عندهم سيارات، ولا كان عندهم امراض اساسا الا ما ندر، وكان كانت أغلب الأسباب للموت بالزمن القديم هي الحروب، ولكن الآن أغلب الأسباب للموت هي السيارات خاصة بالسعودية، وهذه إحصائية مو كلامي. ما علينا، مو هذا موضوعنا. شوفوا هذا الفيديو اللي لو ما تصور والله مستحيل نصدقه. شوفوا. طبعا لاحظتوا كيف فتح الباب ونزل، لو هو ماشي خطوة واحدة لا والله انه طاير مع الباب، لكن سبحان من ان جاه بآخر جزء من الثانية. لكن لاحظوا خويه كيف عنده لاج. ثالثا ابي اوريكم فيديو لشباب اماراتيين طالعين للنفود نيتهم يتونسون. اكيد طبعا انا قلت اماراتيين لان من العمه اللي هم لابسينه، وايضا من السيارات، اهل الامارات معروفين انهم يحبون النيسان اللي هو البات. ما علينا، مو هذا موضوعنا، ولكن كادت طلعتهم هذه ان تكون اتعس طلعه بالتاريخ. طبعا قبل لا اوريكم الفيديو حبيت اقول لكم شيء، الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا كان يسمي العيون؟ كان يسمي العيون بالحبيبتان، وفي حديث معنى الحديث هذا ان من فقد بصره له الجنة باذن الله، يعني يعوض بالجنة. بحط الحديث بالوصف باذن الله اذا ما نسيت. هذا اذا دل على ان العيون من اهم الاشياء بالانسان، فواجب عليك انك تحافظ على عيونك بقدر الامكان، لانهن سبحان الله طعم الحياة. ولكن خلني نشوف الفيديو ونرجع لكم. طبعا شفتوا كيف وهو جالس يسحب الجيب يبي يطلعه انفلت حبل القلص، او بمعنى حبل السحب، ومعروف ان حبل السحب ثقيل جدا، وتخيل انفلت واصبح كأنه يعادل سرعة رصاصة. لو ما نزل راس وهذا احتمال كبير انه تسبب له عمى لو ضربته على وجهه، جد تسبب له عمى. الحديدة هذه ثقيلة جدا، حتى احتمال انه يفقد الذاكرة او حتى تسبب له الوفاة، يعني يمكن جد ممكن تهشش اعظام جمجمته جد. ولكن سبحان الله كان بنقو تحت الصفر، سرعة بديهته هي اللي انقذته بالثانية الاخيرة من بعد الله سبحانه وتعالى. انا متأكد انه ما راح ينسى هذا الموقف الى الابد. رابعا
طبعا المقبرة مليئة بالشباب، وأغلب الوفيات عندنا بالسعودية أسبابها الحوادث، وأنا متأكد أن أغلب اللي يشاهدون هذا الفيديو الآن قد صار لهم حادث وسلموا. ومعروف أن الطاره ما له سواق والحديد ما يرحم، ولكن ما هو هذا موضوعنا. أبورك فيديو لشاب سعودي واضح أنه صغير شوي بالعمر، يملك سيارة باسم جي إم سي، ومعروف الجي إم سي بضخامة حجمه، وما هو سيارة للمنعطفات أبدا، سيارة للطرق المفتوحة والواسعة. ولكن هذا الشاب استهتر ولعب مع الجي إم سي ورأى الموت. شوفوا الفيديو. يا ولي ولا والله يا شفت الموت. طبعا كان باطح الطبلون، لاحظوا كم يمشي، لو هو صادم ومو رابط حزام الامان حتما راح يطير من السيارة، كان على وشك انه يصدم بنسبة 99%، ولكن انا متأكد ان وراه احد يدعيله. الحمد لله على سلامته، وتكفوني شباب ترى دموع شبان كم غالية. قبل كل هذا خوف على ارواح خلق الله، ما هي لعبة ارواح الناس. خامسا واخيرا، طبعا هذول شلة باكستانيين، واضح انهم طالعين للبر وايضا نيتهم يغيرون جو، وجالسين جلسة شباب وضحك وسوالف، ولكن خويهم راقي فوق الجبل وحب يمزح معهم. شوفوا كيف يمزح معهم. بلا انسان قام مشاهدة ميكوني زين بسرعة بسيار بسيار باس 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 هو وظيفة جنيدة ما جبتها وانا شال كرت الله قدرش قال عجل يا وزي طيب يا شباب، إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، وعندي مقاطع واجد غريبة ومرعبة، وأيضا ما نسيت كم يا محبين الجيمينج. والله أني متحمس لبلايستيشن 5 أشد الحماس، ولكن يلا كلها شهر بإذن الله وشهر ونص وهي نازلة. وبس إن شاء الله أنك استفدت من هذا الفيديو ولو معلومة واحدة، وبالنهاية كلنا رحلين من هذه الدنيا، خلنا نعيش الدنيا بجميع تفاصيلها. وبس مع السلامة.